مهاجر في الديار الإيطالية. نعم. كنت في 2018 في الكت الثاني ديال حدائق خريبكة، دفعت لهم واحد البارتمون في الكونترا اللي مدير معاهم، غندفع لهم 9 مليون في مليون ونص في مليون ونص في مليون ونص. ولا 9 مليون. مليون ونص. مليون ونص. والأخرى مليون ونص. نعم، حتى وصلتي؟ 13 مليون ونص. ودابا كنقول لي لا عاد الشيكات كنعطيهم شيكات. دابا قالوا لي في 2020 غتكون البارتمون موجوده. دابا كنتفاجئ مكالمه عيطوا لي العام اللي فات، كنت انا مازال في ايطاليا، كنتفاجئ كيقول لي يعني كورونا في زمن كورونا ما كاين لا طياره لا مركوب، كيقول لي جي راه سميتو الموبيل ديالك ما تبناتش. ملي جيت العام ملي مشيت نستفتر في المكتب قال لي غادي تستني واحد الالتزام، الموبيل ديالك ما كاينش، غتستني واحد الالتزام بلاتي اللي مسؤول على كل شيء. قال لي غتستني حتى واحد الالتزام غادي يردوا الفلوس، ولكن قال لي غتستني واحد الالتزام وتحط فيه الصبوع وما تشدش الفلوس دابا. من بعد ما عرفت بدا غاتقول الالتزام مكتوب فيه انا المسؤول على هادشي كل شيء، اللي اي حاجه طرات انا المسؤول عليها. انت المسؤول بان المسؤول عليها. وانت المسؤول على ان الشقه ما سلموهاش. ما سلموش ليا. والفلوس بغا يردوا ليا في البلاصه. قال لي سال، قلت لي شهر شهرين، قال لي الله اعلم، قال لي خاص تمشي للاداره ويسينوا عليها مرات 10 الرؤساء ولا 15 رؤساء، ما عرفتش شكون اللي غادي يسيني. دابا كاتب لي هنا الوثيقه هي هذه بالله، غادي انا نقول المسؤول على كل شيء والفلوس ما يردونش ليا في البلاصه. من بعد انا بغيت نستنى ليه، مشيت بشحال من مره كنستفتر شويه، مشيت كتبت واحد الشكايه للسيد العامل صاحب الجلاله على اقليم خريبكه نهار 18/6/2021. دابا اللي كنطلب انا دابا غير يردوا لي حقي وصافي. الشكايه نهار 18/6/2021 للسيد العامل، لا مازال ما جاوبونيش. الطلب ديالي هو يردوا لي فلوسي. ومرا ما عرفتش شحال من عماره، مرا ماشي ما عرفتش الله ما عارفش انا شحال من عماره، بعدا شحال من عماره ما تبنات. السبب ما عرفتش علاش هو ما قال لكم ولي الدجاج ما كاينينش ولا شو كيفاش، انا ما فهمتش انا هذاك الشيء كيفاش. دابا حق انا دابا مهاجر ايطالي، دابا لا جيت دابا تبعتني للمحاكم سير ثاني خصك على العام والعامين والمصاريف ديال المحامي وسير. انا كنطلب دابا من العامل صاحب الجلاله على اقليم خريبكه يتدخل لي في هذا الموضوع من اجل تسليم السكن المتفق عليه او يردوا لي فلوسي.